بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أبو ليلى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين. الله يخليك. نود نعرف يعني توصيف ما حدث يعني اليوم من فجر اليوم من الاعتداء من الشرطة قسم أمن مدينة نصر على أحد المحامين وبعد ذلك على 16 محاميا بعضهم حالتهم خطيرة. هذا الاعتداء هو موروث ثقافي لدى جهاز الشرطة ومحاولة لبعثهم من جديد ومحاولة لإحياء هذه الطواغيت وهذه وهؤلاء الجبابرة للنيل من ليس من المحامين فقط ولكن من الشعب المصري بأكمله. وهذه رسالة واضحة من رجال الشرطة بأنهم يطؤون بأقدامهم هؤلاء المحامين على اعتبار أن هذه رسالة يخوفون بها الشعب. فإذا كان المحامون وهم سدنة العدالة وهم الذين يحاولون الدفاع عن حقوق العباد ينالهم ما ينالهم على هذا النحو، فما بال باقي الشعب وما بال من يحاول أن يتجاوز أي خطوط تخص جهاز الشرطة. طيب تعليق حضرتك على كلمة وبيان السيد النقيب سامح. السيد النقيب دعا إلى اجتماع للمجلس ولأعضاء النقابات الفرعية وللنقباء الفرعيين وخرج اليوم بهذا البيان الذي يستنكر فيه بقوة وبشدة تصرفات وزارة الداخلية ولا سيما قسم مدينة نصر. وخاطبنا في هذا المكان كل الجهات المعنية وسوف يشكل لجنة من نقابة المحامين لمقابلة السيد رئيس الجمهورية للتدخل في حل هذه الأزمة في خلال 24 ساعة. وإن لم يتم حل هذه المشكلة في خلال 24 ساعة سوف يتم التصعيد على مستوى الجمهورية أمام جميع أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية. طب ما ردكم على ما ذكر على عدة مواقع إلكترونية وصحف بعينها أن حدث هجوم على القسم أو أن المحامين قد تعدوا على مندوب الشرطة أو ضابط الشرطة؟ كل هذه المبررات معلوم عن جهاز الشرطة منذ الأزل أنه يختلق المشاكل ويحاول أن يحيك الأكاذيب حول أي وقائع، ولا يعدم الوسيلة جهاز الشرطة في هذه الأيام أن يقول أن المحامين هم الذين فعلوا كذا وكذا وكذا لكي يجد ذريعة في هذا الاعتداء الغاشم عليهم. نشكر حضرتك.